أعزائي المشاهدين، برحب فيكم في حلقة جديدة في برنامجنا الخاص في قناة الحياة المسيحية. اليوم أنا عندي ضيف خاص جدا جدا، راح ندخل في التاريخ القديم والتاريخ الجديد، راح نرجع إلى سنة 1914-1915، مذبحة السريان، مذبحة الأرمن، في آلاف ومئات من الناس ماتوا وفضلوا أنهم يموتوا ولا ينكروا يسوع المسيح. اليوم عنوان حلقتنا سيف الإسلام ومذبحة السريان. راح اليوم نشوف ونخوض في تاريخ وتاريخ معين، أنه راح يورينا وراح يشجعنا في حياتنا اليوم. أنا مبسوط وسعيد جدا جدا أنه اليوم أرحب بأخي هرمز في هذا اللقاء. أخونا أحونه هرمز، هاي دربو هات تودي غلط شاينو، الله يخليك تودي موريو شو عم شيحه انا كتير اليوم سعيد اخي هرمز، انا كمان انك تكون معنا، وانا افتكرك انك شاهد عصر لتاريخ ممكن يكون قديم وتاريخ ممكن يكون جديد. فعلا هيك فعلا هيك، لان اولا رح انا اعرف حالي مين انا. تفضل. انا اسمي هرمز ابن صبري هرمز، ابن هرمز، ابن قلي هرمز، يعني حفيد هرمز، يعني سمينك على جدك، جد جدي على على سلالتي، يعني على السلالة. و في لي شرف كتير لأنا هلا عطيتنا يا الفرصة هوني تعرف حالي وأحكي على شيء لسمحت طبعا من جدي، لأن أشاهد عيون كان جدي ولد 1900، أبو أمي هذا اسمه جرجيس هرمز، معروف من كل محل جرجيس هرمز. وكان لي ابن عم أبوي حق هكا من ابن ملكي هرمز سعيد هرمز، أنا هكا من 1907 مواليد، حكى لي قصص دخلوا في الكمبيوتر مخي. بس اخي هرمز، قبل ما نبتدي ندخل في القصه، انت راح تسردنا القصه، بس نحن بنجهز، قلت لي بدك تسلم على الناس وتحية. اول شيء اريد اسلم على اهلي. بص بالكاميرا وقول لهم ان سلم عليهم. اسلم على اهلي، اخوالي، بني عم، شعبي لنا في مذياث، ومن اللي يعرفني ولا مو يعرفني، وسلم عليهم. وانا احتيك من كل قلبي شيء اللي انا سمحته، كل شيء بالضبط تمام، لأن ما في شيء نخسر نحن. وأنا فرحان أن أجدادي اللي راحوا على اسم المسيح وراحوا فعلا خويريف وقابلن المسيح مثل بولس الرسول أو مثل أول شهيد ستيفانوس، لما رجموه موقعد كان على العرش، قام استقبلوا المسيح الباب أراف عينه. من هيك أنا اللي شرف هاي الشيء تقدر أحكيه، يعني أنا أجي من مديات، هي في تركيا، عايد البلاد هي ميردين، وهي يقولوا لها المنطقة كلها تور عبدين. مديات هي في جنوب شرق تركيا، يعني على حدود سوريا والعراق. يعني سوريا 50 كيلومتر، يا هدولا 80 كيلومتر العراق. ويعني بالاخر نحن ترى في الاخر يروح للايران ولا لارمينيا. ومنطقه مسيحيه كانت كلها 39 قريه. وفي جوات، يعني نحن انا الى من ولدت، يعني الى من كبرت الاكثريه نحن كنا، يعني حتى يعني المدرسة وقتنا كمان نحن الأكثرية كنا، يعني 50 عائلة مسلم ما كان في البلد. وطبعا هذا ظروف صارت بالدولة لعبت دور كتير. هو طبعا يعني مش بس المنطقة عندكم، يعني كل تركيا كانت يعني بلد مسيحية. يعني النهاردة لما واحد يفكر في تركيا بيفتكر انه دائما تركيا مسلمين، بس تركيا هي اللي فيها الكنائس السبعة، وتركيا هي أصل المسيحية في المنطقة، وأنتم منطقتكم أصلها يعني كانت ملك للمسيحيين، ملك كله، حتى الكنائس ملك تبع الصاحبين البيوت كانوا. طبعا القصة هي تروح
لورا كتير يعني، ما نريد نعمق في الموضوع. بال 1461 أول شيء العثمانيين نظفوا 350 ألف بونتيوس يعني يونان بال فهذه على حدود نقول شفارتس بحر الأسود يعني. نعم هونيك ما خلص هاي الشيء بعد لخلصوا هون تبعنا، احنا نكمل احنا على موضوعنا بعدين تنجي بال 1918 ايش صار بعد. طيب اسردنا القصة اليوم، انا عايزك فعلا انك تسرد لنا قصة عيلتك، قصة اجدادك، وكيف انت سمعتوا عن كل المذابح وعن كل اللي صار. هو جدي قلت لك تجار كان وكان يعرف يجي له اخبار ايش يصير في ديار بكر وحسن كيف، ومن عندنا حسن كيف 130-140 كيلومتر وديار بكر هي 200-250 كان ذاك الوقت. وفعلا صار مذابح كثير وسخ في ديار بكر. امتى كان هالكلام يعني؟ قبل ليبلشوا فينا يعني. بلشوا في الارمن والسريان مال ديار بكر هو 1915 انه بلشوا في نيسان هونيك. ونحن طبعا بعد يوم واحد كتب لهذا الضابط تبع لكان له امر من طلعت باشا هو يحكي خبر لطلعت باشا بالتلكس يقول له اليوم قتلتم 120 الف هلقت شخص هاي في نيسان في ديار بكر هذا. والخبر هذا وصل عنكم؟ طبعا يجي اخبار يعني الا هيفلت ناس من العالم ويجوا يقولوا هذا حالكن دبروا حالكن يعني ان المسيحيين مستهدفين وحتى من ياخذوا المال حلال يعني. القصه اشون كانت، كان في فذاك الوقت كان في واحد اسمه ضابط اللي كان في الولايه يعني ولايه ديار بكر في ديار بكر اسمه رشيد باشا. رشيد باشا وهذا رشيد أفلو تشيتشاني كان. هاي رشيد جاله أمر من فوق من طلعت باشا اسمه الترقي يونغ تركن بالتركي يعني الشباب تراك هذي. وكان أسس يعني يطلعوا تركيا الفتية يريدوا يطلعوا من العثمانية واستلموا الحكم يعني بالهذي. وطبعا رئيسا ملزم اقول لك اسمه كان في اربعه من طلعت باشا وانور باشا وروح فين يعني هذول الاربعه وقعوا في المسيحيه وطلعوا يعني تخصصوا في قتل المسيحيين قبل يروحوا للقتل سووا سيستم. هذا فوزيبي كان اسمه سكرتير مال هاي رشيد باشا كان هذا فوزيبي كان يعني ضابط وكان يمسك الملاوية معه وقرية بقرية يروح يقول لهم لا تخافوا اقتلوا الأرمن اقتلوا السريان مال حلال يعني أعطاهم فتوى وتصريح يعني خذوا نسبانا ايش لا تريدوا خذوا اقتلوا كله واحد لما يصير مسلم نظفه. كان في واحد كان في من أورفا تودون لل تلع كان فنانو كثير بالشغلات معروف إلا تعرفوا في بواخر يسوون بواخر يحطون بس خشب وكان يودون على ال على ال على ال تيغريس ايش يقولوا الفرات لا دجله دجله نعم دجله لموصل قالوا له نوديك لموصل هذه زي الفلكه ساعتين مدي ايش لتريدوا خذوا محقن اذن ما في هيك اعطوا لهم هذه مهله يعني مهله بس ساعتين ايش تاخذوا معن يا كم لقمه خبز وذهب ما ياخذوا معهم كثير وسته يبعثون شردوهم يعني من المكان اللي هم فيه بالطريق ياخذوا مصاريهم يقتلوهم وين لباسن يعني عملوا لهم فخ فخ قالوا لهم اخذوا الاشياء الثمينه معكم صح. وامشوا اتاكد انه الناس رح تاخذ هذا كل جيل الاخبار هذا كل جيل اخبار لجدي
ومن سواهن زي كان يعرف لأن يعني كل يوم في ديار بكر كان كان يروح للتجارة حتى يعني اللي كانوا رئيس الدوائر كلها يحبوا جدي كلها. يعني جدك كان من من يعني تاجر مهم، مو بس تاجر، جده زي يعني أبوه زي كان قعد على كرسي ديار بكر للميليت فكيلي إيش تقولوا لك يعني محافظ، محافظ سوى محافظية ديار بكر كمان. هاك الصورة دي هاك الصورة لما تبعوا له فيها كرسي قاعدة هذه كان مال ديار بكر. يعني المخرج ممكن يورينا صور له انه هو موجود ما له عجلة. كل الناس كان يعرفوه ليش، لأن كان يدافق أبوه، هو كان يحافظ أبوه وهذا كان عنده على طول سلاحه معه. والتجار كان له رخصة يأجر عساكر من تركيا 13-14 عسكري والكربان تبعه ليحفظون. الصورة اجت، الصورة اجت وهي هاك الكرسي اللي بقى هذه مال قله هرمس هو. حتى بالدفتر كو يكتب عليه انا عندي الكتاب واحد كاتب تركي اسمه ألبانتر كتب كل شيء. فهو كان يعني تاجر يجي له الاخبار يجي له الاخبار. وطبعا ايش سوى هو؟ قعد مع ابوه، ابوه كان يحترمه كثير وقال له قال با احتينا امر كان فيه في البلد اربع عشيرات يعني عشائر في المنطقه لان قرروا بالهادي. طبعا قال ابني يعني انا قال بابا تقتلوا كليتنا احتيني امر لازم ندافع على حالنا. قال ابني ما في ما في في الـ في الـ في الايمان المسيحي، ايمان المسيحي ما في تنقتل نحن رغم انهم عندهم الامكانيه، انهم الامكانيه كثير يعني فلوس. عندهم فلوس وعندهم سلاح كان ممكن رح نجي علي. اوكي رح نجي. طبعا قلنا ابوه قال با يعني نحن مو رح نقتل، ليش ندافع حالنا؟ البلد تبعنا مثل القلعه، بيوتنا قريتنا تصور الى الى فرجه صوره البيوت يعني مثل القلعه والبيت يبين. لما يسكروا الباب هذه وعندنا هذه انجليزيه زي يقفلوه واحد دخل لجوا ما بقيت خلاص ما بقيت يطلع محصنين القلعه. قال با هذول الشخصات تنحبسن عندنا وخمس اشخاص تيجوا يودونا بس منسلم حالنا. قال ابني روح خذ انت قعدوا بالكنيسه اسمها مرفوني وهاي تسير سري، سووا اجتماع سري 28 شوبات 1915 يروحوا للكنيسة. واحد منهم اسمه قال لي هرمس يعني هو هذا اللي كان رئيس العشيرة ابنه كان يمثله هرمس وقبلوه. والآخر كان اسمه عيسى ستة، شخص في الأخير بال 1900 ما سلم حاله بعد طبعا راح كمان نجي علاكة بيت قوة وبيت سفر. وراحوا للكنيسة يعني من يقول لك بجوات الكنيسة تسير لك مخبرين في جوات الكنيسة حطوا يدنا جواسيس على جواسيس طلع لنا جاسوس واحد حطوا يدنا على الإنجيل. جدي قال أنا راح أكل الأكل وخبز وإيش اللي يلزم علي. هذا هرمس ابن قال لي هرمس لو جدي وحطوا يدنا على الإنجيل بس مدافعة مو تفتحوا الباب مو نسلم حالنا يعني. يعني تعهدوا بعض قال اذا اجوا نحن ما نسلم حالنا البيوت ما تقوا يدخلوا ما لنا الحق يدخلوا. اوكي الا ما فتحت لما فتحوا ما قتلونا. فقرروا قرار جماعي يعني. قرروا قرار جماعي. ثاني يوم الظهر كان عنده ست دكاكين جدي كان عنده ست دكاكين مال التجاره كان يبيع قماشات من انواع من الحرير ولسوف ولكل شيء كان عنده تجار ثقيل كان وقاعدين بالدكاكين. فذاك الوقت كان فيه بس دلالين. هذا خبر الجاسوس للدولة اسمه مو راح أذكره لأن مو كويس يعني أنا أعرفه اسمه زي بس رحمني على الموضوع. نحن شي اللي صار صار يعني لهذاك ما كان صار جاسوس كان الله كان فيه له خطة في الشغلة. المهم هذا الجاسوس خبر نفس الليلة للدولة والدولة سوت رياكسون ردت فعل وراحت قالت للسريان لأنه أرثوذكس قالوا أنت ما في شيء عليكن يحقوبيننا وذا قالوا يفلغوا يعني في مثل في التركي بول فيونات فرق تسد وهذا
تفرق صفوفكم انتم كمسيحيين. طبعا جاء هنا فكروا فعلا اعطولن اعطولن بخته ما في شيء عليها. بس تعرف في الاسلام في تلت في الحرب كل شيء يعني تقدر ترجع بالبخت بكل شيء صح يعني. صح. بس المهم وقعوا في هاي الخطه في الدلال هور قال له هرمز جاء هذا هو كان يعيش مع الانجليز والفرنساويه وهو جاسوس للدوله جاء فرمانه يريد يقتل نحن زمان. طبعا جدي قال ايش تقول بابا؟ قال بابا انا ما فيني يعني. قال له هرمز قال له هرمز قال ابني راح نروح خويريف للمسيح ليش؟ قال تنسلم حالنا. هذا جدك؟ جدي. قال تنسلم حالنا اعرف تيجوا يودونا بس انا ما اريد ناس يحلف هذا علي يدعوا علي في ارامل في يتامى الى انا دافعت وخلصت حالي والناس واللوغ يقولون هؤلاء قتلونا. ما رضي على الشغله. يعني جدك او جد جدك يعني قال لجدك انه مع انه نحن بنقدر ندافع عن نفسنا فينتقوا يدافعوا على حالنا. عندهم السلاح وعندهم الفلوس وعندهم الامكانيات بس اختاروا انه ما يدافعوا عن نفسهم لانه ما بدهم يلطخوا ايدينهم بالدماء. صح. وما بده انه يعني اذا حاربوا ممكن يقتلوا واحد ويقتموا بانسان او يرملوا واختاروا انهم يعني ما يحاربوا. هو صراحه يعني البيت مثل القلعه كان بس اشاره الغليمين كان يسكروا الدكان. خمس اشخاص منه مشكله او ست اشخاص. البيوت فيه ثلاث جبوب فيه بلا قتل زي تقدر تكبل. بس هيك شيء ما كان يمشي الحال نحن لان المسيح قال ما في قتل احنا. جدي كان مؤمن ما كان يريد هذه واذا انا كنت فايل هذه نفس القرار كان تحتي. ليش؟ لان ما فينك تقتل شخص والدوله يعني للدوله ما تقدر تحاربها. يعني بسبب ايمانهم انه قالوا نحن ما فينا صح نحمل السلاح لانه مسيحنا لم يعلمنا القتل. صح. وبعد بزمان ما صار كثير أقول 12 يونيو كان يا 13 أخذون وحبسون إلى 28 يونيو. أخذون كلهم أخذ جماعية حطون 70 شخص بين 92 يعني البروتستانت كلها كان حطوهم بالهذي. حتى أخذوا واحد سرياني كمان بيناتن اسمه عشيرة بسرياني بيت قال له شابو كان اسمه. هذا فلتوه كرمان لأعطوا وعد ل لا اسمش للسريان قالوا انت ما في عليك روح. وحكى القصه يعني ايش سوى. قال له شابه هذا الله يرحمه عشيره ابن حلال كان خلص هذا وراح بعدين لسوريا هو. بس حكى حفيد يعني اخوه ابنه لقال له هرمس لبخ اسمه داوود هرمس ما قصر في بالمدي معناه للسريان لا يصيروا اسره يعني لا ما ينقرضوا ولما راحوا لل ايش يقولوا لل هن بجوة الحبيس مثل قال يعني جدي هرمس للولد عمي سعيد في قصه على البيت هكذا قلتوا مال الملك هرمس يا ريت يفرجوه يا ريت يفرجوه لا قلتوا مو بيتنا الاخر ايه هذا البيت هذا البيت انا سنه الماضي رحت لأن دخلته وفي هاي الاوضه لي فوق ما قدروا عليا ما قدرت اصورها وعلى اليسار باب على اليسار باب للبيت كله. هذا بيتكم كان بيت ملكة هرمس. اوكي. هذا يعني اخوه لا لا لهذه لا لا اسمعش بيقول معي قال لي هرمس. يعني عشيره كبيره كنا نحن كثير عشيره كبيره كنا وطلع ايش كان فيه للمصاري. هاي البيت احلى بيت هلا بيت اوتيل اسمه شماية حتى اسمه شماية كمان اخذوا واحد سرياني وكثير كويس البكشي يعني الحارس تحت العسكري قالوا له مو يصير يطلع عصفور من هون. والمرأة جاء لها أمر من تيروحوا وغير بالليل ما تيقوا يهربوا. حكاني قصة يعني أنا تأثرت كثير فيها. مين حكاني؟ هذا عمي سعيد لما هلا أنت مشيت على أنا ما لا زمان شا شا
شاهد عين زور ذات زلمه يعني مواليد 1907 هذا عمي سعيد يا 6 يا 7 مطر فحكى لك قصه لا لا قالت لامه قالت ابني تنصلي لبابا يسوع تنرى ايش نقدر نطلع من هاي البيت يا التي نيم العسكري نروح ويا زيت نطلع من السطوح والبيوت كنا ملزوقين في بعض بلكي الله يحط لنا سلم ننزل لبيت فلان واحد. يعني كان حاصر البيت يعني البيت محاصر منوبين يعني ما يصير يطلعوا من 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 يعني هذا كانوا هذه لخاطر يودوا الشيء اللي فيه في البيت والنسوان والولاد اوكي يقول طلعنا من 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 سبح الله يعني طلعنا على السطوح وايش نرى لك في سلم ينزل لبيت غير ناس يا رب كان ربنا استجاب للصلاة صلاة المرأة استجاب يقول خلصنا نحن أولادنا كلنا أنا واحد منهم إن ربنا جاب لهم سلم وجاب لهم سلم نزلوا خدروا خلصوا راحوا وراحوا لشي تقريبا 14 كيلومتر مشوا لبسوا لباس نسوان وتحت لهذه طبعا كان فينا نحن عائلة كبيرة كنا كان فينا في التركي يقولوا لك أحيا يعني كان فينا مو اريد اقول كحيا كم اولادنا كانوا يعني يعني كان يسوي الاكل خدامين للبيت بس هو جزء من العيله يعني. بس كان يعمرن بيوت يزوجن مثل اولاده يعني كان يحبن كثير يعني هم كان يخدموهم من كل قلبه اتراك مسلمين سريان كلها مسيحيه وكان يعني الى الساعه يرون يحترمونه وانا احترمهم بكثير يعني يعني هاي العائله مو تقدر تنكرها يعني لان صاروا من عائلتنا يعني راحوا لهونيك ومن عائلتنا كلها خلصوا لأن كان في لمدة 15 يوم بالحبس ومرض ويدقوا يدين للنساء للأولاد أن خلصت هاي العائلة ومو عائلة وعائلتين كنا بيت هرمس عائلة أربع قرانين هذه شو قصدك خلص يعني الحصار طلع منهم ولا لا بقول الحصار بس النسوان قدروا خلصوا انهزموا اوكي النسوان بس الرجال جوا محبوسين في 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 البيت حبس بالحبس بالحبس القصه كلها الحبس يعني اوكي يعني فصلوا الرجال كان الرجال كانوا بالحبس والنسوان كانوا بالبيت النسوان تبقوا الليل جاوا صاروا اسلام اوقات ما صاروا يقتلون اوكي يعني هم السيف يعني. او الاسلام هيك الكره نحن من عائلتنا من حظ كان فيها المجال منطقة خفيف رأسا علينا أخذوا الرجال وهن كانوا يعرفوا تسوى القصة يعني معروفة كانت علينا إجا الوقت التي يودون يودوهم على الموت إجا الوقت التي يودون على الموت من من الحبس من الحبس قلت لي كانوا 70 شخص او اكثر 70 ل 92 الكره مو من عائلتنا في بروتستانت كان فيه بس 70 من عائلتكم ايه كلهم نظفون هذول حطوهم في الحبس واجا اليوم اللي عايزين يودوهم من الحبس للموت ومرضوا تي 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 يودوهم غير نص الساعه 3 الصبح التلفزيون طلع في 1992 واحد يبكي اعمي يقول مقدر اسمع عكس صوت تلعون اجرين مشدودين ويدين مشدودين الساعه 3 الصبح ويرنموا من الحبس طار ايش ترنم يرنموا لا فارحا يا رب ويقول هاي الزلمه سرياني يعني سرياني الى هلا يقول هاك بيت هرمزي هلا تلعون قال هاك الصوت اجرين مشدودين ويدين مشدودين بس لم واخد رشدون شو كان يرنمون؟ كان يرنموا طلع راح اقول لك انا لست الا غريب هنا وبعدين كان يقول ايها السياح قوموا قولوا اين انتم ذهبون وهم مودين مع الموت طبعا انا رحت لها القبر زي وهك البنت لا في بنت راحت لجد من امريكا حفيده من من, من حفيده توما هرمس عائله كبيره كنا هذا جد تسأل على عمتها على الجزور جزور تسأل على عمتها لأن كان بقى 3 سنين وتقول أكيد عايشة هي قلت لها لا تطلعي قصور يعني نحن كنا هونيك ما قدرنا نخفيها لأن يا أما خذوها سووها مسلمة صغيرة عمرها 3-4 سنين يا أما بدل وسبة سووها عايشة أو ختيجة هاي المرة هاي الكرة كان تسأل على عمتها ولما أراد صور جدي قال لي هرمس هونيك حطت إذا قالت كوانا هاي جزرنا يعني وين هذه الصورة؟ هاي صورة في البلدية نديات
بالبلدية حاليا هونك يا أنا كمان جريت صورة ما أردت أفرجي صورتي أنا هونيك لأن جريت هونيك أول رئيس بلدية أول رئيس بلدية جدي كان واو إيه هونيك طبعا في واحد لك حطوه بس ما كنت مأكد ويعني لما تسمع هاي الشيء وصلوا للبعد بس خلينا نلخص الموضوع شوية أخذوهم حطوهم في السجن أكثر من 70 أو 90 شخص 70 من أسرتكم وجوا أخذوهم الصبح الساعة 3 عشان يمشوا يقتلوهم صح وهم طالعين من هناك كانوا بيرنموا ترنيمة فرحا فرحا يا معناته الناس دول كان في إيمان في حياتهم إيمان كتير قوي كان راح أقول لك على قصة الإيمان كمان لأن حتى الدولة كان تعرف لأن هذول الكنيسة الإنجيلية الحرة كل المؤمنين كانوا ما كان يلزمنا بالدباير تاني هذه شاهد انت من عائلة من جماعة البروتستانت فوت ما يلزم لك شاهد مو تكذب انت كان لها شهادة كتير في ثقة يعني في ثقة في كلها يعني هاي سمحتوها من 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 الناس اللي كانوا مو من أهلي وطبعا إلى ترى صور جدي لحاله مو في له صورة قائمة إلى حطينا لا لا هذوك ما طلعوا ما في مشكلة إيده على طول على الإنجيل يعني كان فعائلتنا فعلا ما كان في واحد أمي كان يقرأ يعني أنا أمي مواليد 23 يا 22 كانت كان تقرأ تركي وعربي وأبوي كذلك تركي أسكي تركي يعني تركي العتيق وكان يحكي التركي هذا وشوية إنجليزي يعني وخذت كان يدرسون طبعا هاي لكان أبوي يتيم لبقى بلا أم وأب أنا طيب خلينا نرجع لهذه الليلة اللي أخذوهم الصبح الساعة 3 وهم يرنمون شو اللي صار؟ يعني شو اللي خافوا كتير راح ناس يقوموا يسووا هذه يسووا إيش قلوا الأصنام التوشتانت يعني يكون في ممنوع الطلوع من البيوت حظر تجوال ما في ناس يطلع يسير وإلى طلعوا من هونيك لخاطر بلا صوت ساعة 3 إلى طلعون راحوا ومشيوا خلصوا منهم والطريق بعد نص يوم تينقتلوا وهن كان خططوا أين تيقتلون كمان وطبعا جولة بعد وصلوا للقبر وتعرف بيوني 26 أو 27 كان يوني عنا فوق البلاد أنت تجي من بلد كثير لما فيها شمس لما يجي من نوب مطر نحن من يو من أبريل إلى أكتوبر ما في مطر حطوهم قدام الجب وتقتلون قدام يعني قدام حفروا لا الجب حاضر كان أوكي الجب حاضر يعني هو جب جروبة يعني تقولون أوكي حفرة كبيرة هيك جب مال مي كان مال مي أي نعم وحطوهم على الحافة تبعهم يبين من بعيد من قريب شوية من بعيد هيك الكرة راح أجي عليهم شلون رحنا جبنا عظيمين زي بعد 45 سنة يعني في كتير هذه شاهد زور هذه الصور انت عملتهم لا هذه استر راحت زارتها اوكي انا ما كان عندي كاميرا فبيجيبوهم على هذا الجب جابوهم عند الجب وقالوا له طلب جدي من من, من الحارس لا 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 يريد يقتله هو سجله بالدوله يقول له اقتل مويتك ما يقدر يقتله مويتك يقتله تعرف يقول لنا نحن نطلب منكم بس رخصه كل واحد منا يصلي بواحد لحاله ويرتب اموره بينه وبين الله قبل ما يقتل قبل يقتل وبعدين ناخذ تناول خبز ما في لا مي تعرف ايش قالهم بالسرياني قال زعوره يعني اولاد تراب خذوه كانه مي وخبز به يا رب فقالوا لهم قبل ما تقتلونا بدنا صلوا كل واحد وعطوا اشاره كان في واحد بيناتهم ما كان يحب يمشي مع الله تعرف ايش قال قام ورقص قال انا رايح لعند المسيح أنا ما كان يقدر يمشي مع المسيح هلا أعرف تقابل المسيح قام ويرقص من فرحه طبعا في الألماني يقول الدنك من جوزفات أورجروس فاتر يعني جدي الكبير يعني تشكر الله لكان رجل إيمان وطلب كما طلب الله خلص له واحد من أولاده شو كان طلبه؟ طلبه الله يخلص له ولد لا ينداس الناموس
ولا لا تفنى هاي الايمان لا يروح في الهواء. كما كانت كما طلع كما كما ثلاث رجال كما ثلاث رجال لهزوا سمشوي لوقعوا بالنار مع دانيال وشدرخ وميشاف الهادي وقلبوا الدنيا كلها لا ايمانا. هيك كان طلبوا. ونشكر الله يعني طلع المرأة مؤمنة من إلى من أوهايو إجت إلى من أوهايو إجت تطلع جذورة ترى إن قتلوا أجدادها. ونحن كمان أنا يعني في القبر هلا في الستينات بلا خبر بلا 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 مساعدة تعرف فوق الباب لا ما تسوي شيء ما تقدر تاخذ شيء. طلع من الصبح جدي الله يرحمه جاله رحمة إلا جدي جرجيس هرمس وبني عمه اسكندر شماس وقله شماس وطبعا اخوه يعقوب هرمس والعشيرة طبعا راحوا ودوا ناس معا طلعوا العظيمة كلها من هونيك شلا لقوا الباقي تبعهم الباقي طبعا. بس قبل ما نجي لهذا الموضوع اخي هرمس بدي أقرأ الترانيم اللي كانوا هم بيرنموها. واحدة من الترانيم اللي أنت ذكرتها إلي كانوا هم بيرنموا بيقولوا أنا لست إلا غريبا هنا فإن السماء موطني أرى الأرض لست سوى بلقع فدار العلا موطني أرى الحزن والخوف حولي هنا فدار العلا موطني لذلك أشتاق أن أرتقي سريعا إلى موطني إلا إنني سائحا قاصد ديار السماء موطني فلا بد أن تنتهي غربتي وأمضي إلى موطني هناك أمام المخلص في ديار السماء موطني سألبس إقليل مجد بهيا وأفرح في موطني هناك أمتع نفسي بمن هداني إلى موطني ويفرح قلبي بأهلي التقي إلى الدهر في موطني. يعني ناس كانوا وهم على الموت يعني لا كورونا ولا إشي السلاح يعني 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 شو هذا الإيمان؟ إيمان كتير كتير قوي كان. ليش أنا راح أقول لك هذا الزلمة وصلون يعني في 1884 المبشرين وكانوا كثير يعني هاك حاليا كان هو حاكم البلد وأسس هاي الكنيسة أسس كنيسة وطبعا حاربونا يعني نحن إذا كان في إمكانية مويت عمل كنيسة ما كان يسويها جدي بس كان يريد خلاص النفوس يعني استوعب الخلاص في المسيح وهذا المسيح يعني انصلب من أجلي واشترانا بدمه يعني لما كان يعرفوا هاي الشغلة اشترانا بدمه كان يسلموا حياته كانوا أنكروا المسيح وخلاص كتير ناس تنكروا وصاروا سلاب هذا ما خضري هذه من هيك جاب لك قبل بعد لا أسسوا الكنيسة إلى تخلص الكنيسة جاب لك قسيس من لبنان اسمه عمانويل قديس مو هيك وطبعا المسؤول كان واحد اسمه موسى شماس عطاله بيت إذا كان ترى بيوته حاليا ساكنين كلها أنا سألتوه من شاهد عيون اللي إيش حكوا للقصة عطاله بيت ببلاش لهذا القصة وعطاله كان يحتيله في ذاك الوقت 3 ليرات ذهب شهريا الاطيار من العنب وللتين وللهذي كل شيء يقدر ياخذ الله كان اعطاهم كثير في الاخير بعد بسنتين ثلاثه ارى الاولاد صاروا مثل قديسين الاولاد قديسين لما ارى الاولاد هالقضيه يعني اوصي انك اقول يعرفوا غايب يتعلموا حفظوا الكتاب المقدس صاروا حطوا لهذا القديس 4 ليرات ذهب كل كرم هذه شهره
راح واجهه وقال يا خوجة موسى موسى شماس. طبعا بني عم احنا من واحد عائله واحد ابن احنا جينا بيت شماس من واحد عائله جو. وهو كان مسؤول و60% هو عطى لهاي الكنيسه اللي عمرناها و40 جدي عطاها 40%. وعمرت في 1909 جاء القسيس في 1915 قتلوه معه القصة معنا قعد ست سنين. الكرة حكاني على هذه رجع قال لهذا موسى شماس قال يا سيدي قال أنا اتفقنا نحن 3 ليرات كان ذهب الشهرية أعطيتني 4 أنا مقدر أخذ 4. قال شي غلط سيد؟ قال لا أنا شي لاريتو أولادنا تستاهل أزيدة. قال أنا ما بدي غير 3 ليرات. يعني كان ممنون لأنه هذا القص الرب استخدمه وسط الشباب فهمانين. فهو كان يعني كانوا سعيدين وفرحانين إنه هذا القسيس عمل يعني ثورة روحية. عمانوية مو بس ثورية نهضة روحية نهضة كثير للشباب وللكبار. يعني فذاك الوقت تستوعب هذه حلقة الكتاب المقدس هذه بدها باحث لتشتغل فعلا هذه وقديسين يعني اخذوا المسيح مخلص لالن وكل واحد كتب اسمه في سفر الحياه. امين يا رب. يعني من ليش انا اقول لك على القبر لهونك لما قدروا زبطوا امورهم اخر لحظه قدروا زبطوا امورهم وناس ما علقوا هاي الشنص احسن شنص هاي هاي الفرصه علق لنا اياها لان هو امر جدي. واحد لو مو هذه اتوبوا وراح نتقابل اليوم المسيح. الكرة راح حكيك على القبر ايش صار. تفضل. قتلون كله ونكب ذبقوا على الجبول داخل بالرصاص. بالرصاص. الدنيا في يوني في حياتها متغير. حياتها صار الدم صار الدم وعتمت وصار خافوا هذا اللي قتلون خافوا خوف لا يصير منه. ونزل نار على الجب. نزل نار على الجب. الحارس يقول هذول ايش 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 خاطين كانوا نزل هاي النار علينا. الثاني يقول لك هذا مو نار ما احترق شيء ترى النور نزل علينا لخاطر يخلصوا من الموت الا ما ماتوا زي لخاطر الرب. هذين هذول عساكر اللي قتلون. واو. اروا شهاد عين شافوا انه في نور نار نزل على الجب. واو. طبعا وهذا سلامق جو قالوا وجوب قالوا قال شوف في حياتنا مرينا في حياتنا شيء مرينا هيك. يعني انا اشكر الله من هاي العائله نجي و طبعا نحن زي كان لنا حظ كثير كويس اللي كان بقوا في العائله دوموا هاي هذه. مين اللي بقى في العائله؟ واحد من العائله الاكبر شيء كان ابن قال لي هرمس هذا اخو عمي لجدي جدي اسمه داود هرمس. وجدي هرمس جدي لو ابو امي وكان مواليد 1900 اخذوا الكنيسه مننا من 1915 الدوله كثير في 4-5 دونمات حوش كثير كبيره وتتذكر سووها اخر يعني سووها اخر للفروس ستابل للفروس. أوه. وتعرف ايش صار؟ لا. واحد منا وقع على الناقوس الجرس وقعه ما قدر يشوف الجرس. واو. من الناس اللي داخل اللي بلشوا 1922 او 21 كان 22 اعطونا الكنيسه. ليش؟ لان بلشوا يسووا بالالتار بالمذبح شغلات مو كويسه نجسوا بيت الرب. وكان في ناس مصلين كثير بالكنيسه اللي بعد لبقوا يا رب انت تخلصنا. كل يوم كان يموت واحد من العساكر. اوه. ظرف 16 يوم مات موت نورمال 16 عسكر مش بطريقه عاديه يعني. جاء واحد ضابط قال هاي البيت مقدس تنموت كلياتنا. فخافوا تنموت كلياتنا حتى ولا صعبين. يا رب. يعني هذا سمحتوها من ناس غريب مو من أهلي لأن يعني إذا أنا أقول تأكسب من برا الغريب الإسلامي شهدوا عنه طبعا. بس في شغلة نشكر الله لأعطونا الكنيسة وبعدين بلشوا
نفس السيستم بلشوا نفس النظام درسوا للقسيس، وهذا القسيس كان هو زي أهله ماتوا بالهذي يقولوا لهم القرباش حوالي ديار بكر كانوا أهله كمان ماتوا في قتلون هو زي ومرته زي اسمه عبد المسيح جننج خدم عنا 45 سنة شخص قديس، وأنا شخصي من مرته ومنه كتير أخذته من صغري يعني من عمري 3 سنين كان يحتونا دروس لحدية برد السبة كان يفتحوا لنا بيوتن ويعلمونا مثلا أبانا الذي ويعلمونا قصص نوح قصص كتابية قصص كتابية وقد مؤمنين كانوا. تعرف ليش مؤمنين؟ لأن الاثنين يتيمين كانوا ودرس في جدي كان فتح إنترنت في العاصمة تبعنا مرتين، وكان في ريكتور من أمريكا مؤمنين مدير مديرين إنجليزي يعلمون إنجليزي ومؤمنين وبشروا ولا المسيحيين مسلم زي واحد ليجي بس مسلم ما كان يقدر يدفع المصاري يعني هذا إنترنت يعني تكلف مصاري داخلية كان تتكلف واحد ما له مصاري ما فيه طبعا هاي واحدة اسمها هذه مس فنانجا واحدة مس دوفو كانت مس دوفو عندي صورن يعني ما بتجيب كثير يعني عندي صورن من تعرف من وين من شخص قبل بيومين مات من واحد أكبر واحد بالعائلة رحت لنسى دول كانوا مؤمنين وشهدوا هناك. بس أنا عايز لأن الوقت دهمنا شوي عايز أعرف إنه كيف الإيمان وصل إليك أنت يعني أنت في صغرك أكيد سمعت هذه القصص إنه جدك انقتل وإنه المذابح يعني واحد ممكن في محلك يقول يا أخي وين ربنا إذا كان ربنا موجود يعني ليش خلى يقتل أهلي ولا آخره. بس كيف الإيمان وصل إليك أنت يعني خلاك الرب ولمس قلبك وخلاك تآمن فيه؟ نحن راح أقول لك إذا تقول عليها لازم أسألها السؤال لأبوي لأن يعني أبوي انقتل أمه 17 يوم وأبوه 16 يوم أوكي. يعني أمه يبين ميمتي ما قالوا لنا يبين ميمتي ما رادت تصير مسلمة قتلوها جدتي بقى يتيم جدتي بقى يتيم خطية أبوك أبوي وطبعا قديش كان عمره؟ 16 يوم 16 يوم إيه؟ لما أبوه انقتل ولما أمه انقتلت طبعا بالمذبح بالمذبح بسيفه 1915 28 يونيو يا 26 يونيو قتلوه. المهم أنا أبوي أخذ يعني من هاي القسيس لأسسنا الثاني دوموا هاي التأسيس بعد ما رجعوا الكنيسة جالنا هذا صاروا كان القسيس كان بروفيسور مال ماتماتيك اوكي بروفيسور للرياضيات علم الرياضيات بالهذه بالمدرسة اللي نقول وبعدين علموه الإيمان كثير كويس وبعثوه للاهوت درسوا لاهوت طبعا قدموا كل شيء الكنيسة تبعنا الكنيسة ساعدوهم لا خاطر يجي خدم كمعلم كم سنة وبعدين جدي جورجيس او جدي هذا قال له يلزمنا قسيس وقبل هو مرته فإجا عنكم سووا مسيوناري المرأة أحسن من 10 مسيونارين كانت مرسلين المرأة وتيقني كانت تعلم زوجها هيك مرأة وكان تحتي إنجليزي دروس يعني مرأة قديسة ومرسلة مرسلة صار لأولاد أولادها هلا أكيد أسلم عليهم كلها اللي يعرفونا واحد منه جوزيف في أمريكا وفيل إبراهيم كمان في أمريكا ومال قامش لي مات أولاده في أمريكا اسمه لازم اتذكره كان مزارع في قامشلي يعني خطية درست اولادن ما رون وكان يجي لهم كتيب وانا كان اكتب لهم كتيب لهي القديسة بعد الستين كانت ترعى ديدة بس كانت تعلم عاشت 116 سنة في امريكا ماتت فهي عن طريق الايمان دخل في قلبك او كيف الايمان احنا كان نعرفه كثير كويس بس ناس ما قلنا لازم تاخذ مخلص المسيح مخلص شخصي امتى حصل هذا جيت لالمانيا تاجي 20/17/1970 لالمانيا جيت في العشرين تاجي لوني يعني في
تاسع يعني شهر التاسع في سبتمبر 20 لازم أفر أجي لوني. الروح دفشتني لعند واحد مؤمن لك أنا أحبه كتير. ليش؟ لأن أخوي وين هذا الشخص؟ بإسطنبول. كان أشتغل بإسطنبول خياط كرمال لا أنداس أبوي كان له صانع قال له قال لا تحتي بمصاري بس شغله عندك لا أنداس. فأنت كنت في إسطنبول؟ إسطنبول كنت 15. أوكي. ويوم اليوم روح دفعشتني لعند هاي الشخص مقابل الانيفرسيتة الكبيرة في اسطنبول اسمه بنيامين جاندرمير. بنيامين الله يرحمه راح للرحمة قبل سنتين. انا عرفت انا حياة قابلت معه كمان وزرته قبل يموت برباط الشرطي رحت الى محل ايه فزرت بنيامين اخونا بنيامين قبل اللي يموت رحت زرته لو انك انا مالي خبر قال له مزرعي لالمانيا انا كنت في المانيا مو كويس تروح لالمانيا تتقع بالخطيه اي متاخذ المسيح مخلص هاي اول واحد ناس يقول لي هالكلام اول ما شفته هي قال لي قال ايش سوي قلت يعرف كان يعرف اخوي لان اخوي كان مبشر يعني معن كان يشتغل ونحن كان نبيع كتب يعني بالبلد للاسلام والمسيحيه فسالك سالك هذا السؤال مصيري اذا انت سلمت حياتك ما انت كنت تقول لي اخي انا اهلي اندبحوا واهلي مش عارف ايه قلتوها قلتوها يعني ما سيت خطيه يعني لا لا يعني بس حكاني القصه وهي القصه اشتغلت معي شيء الى الاربط بيني سالك يعني تحداك انك انت يعني ليش ما تاخذ المسيح مخلص سلمت حياتك للرب او لا في الاخير وهذا السؤال شغلك سنين يعني في الاخير الى ما ما جاء لي اولاد ما فكرت في الموضوع جاء لي ولدين ركحت وانا مرتي قلت يا رب نحن قبرنا عائله مسيحيه افتح لنا باب افتح لنا باب نحن اولادنا اللي انت بيعوني امتى قال هالكلام 1984 84 بعد 3 اشهر اللي بعثنا خادم واو يا رب الله يرحمه بلشنا بالكنيسه شخصين انا ومرتي وابن حماي وطلع منا ايش طلع من الكنيسه صار كنيسه مثل اجدادنا لاسس امين يا رب يا رب. ونحن نريد بس خلاص النفوس ما نريد غير شيء لا نحدي ناس أنا سرياني ابن سرياني واحد يقول لي أنت شهود يهوى كذب أنا المسيح فداني وأعرف إنجيل لوقا 10:20 يقول افرحوا انكتب اسمكم في سفر الحياة للتلاميذ تبعهم وإلى إلى اسمي انكتب في سفر الحياة مو تفرق معي الإنسانات مو تفرق معي الإنسانات التي هذونا يعني تحدونا يعني أتمنى كل ناس ياخذ له هاي الخطة ويفكر في الموضوع آمين يا رب يفكر في الموضوع فهرمز أنت هلا ذكرتني إنه يعني هلا اجيتوا هنا وأنت ومرتك ركعتوا وسلمتوا حياتكم وصليتوا والرب يبعث لكم خادم وتتأسس كنيسة كأنه الرب عم بيعيد كل الأمجاد لكنيستكم اللي كانت في في البلد. في البلد وهذا إذا دل على شيء يدل على كلام المسيح اللي بيقول إن أبواب الجحيم لن تقوى على كنيسته يعني لا إسلام ولا إرهاب ولا شيء ممكن يضع حد لكنيسة الرب صح يعني وزي ما انت قلت اليوم انه جد جدك او جدك صلى قال انه يا رب انه خلي واحد من العائلة يضل لا يسلم ولا يقتل والايمان يكون في حياته هل انت بتشوف الكنيسة تبعكم اليوم نتيجة استجابة لهذه الصلاة يعني بتشوف اولادك وبناتك بيمشوا على الكنيسة واحفادك بيمشوا على الكنيسة وعلى فكرة ان الرب مبارككم بكنيسة كتير 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 يعني نصلي لأجله لما تشوف انه الناس تجتمع انا على فكره كل مره اجي عندكم في الكنيسه بشعر في الحياه بامانه الله بامانه الله لكم وبشعر اذا انه يعني اذا في يعني سبب واحد يخلينا فعلا اؤمن بامانه الرب انه انسان شخص زيك وزي في كنيستكم في ايمان لسه في حياتكم خليك الان 100% يعني انا صلاتي يعني اولادي يمسكوا هاي التاريخ مال المسيح واخذوا يعني 99% يعني الى اخر ولدي عمره 16 سنه سلم قلبه وتعمد يعني وكلهم تعمدوا في القبر انا ايش بدي يا زلمه قلت يا رب اشكرك من اجل هاي النعمه اللي اعطيتني يعني اولادي فعلا يعني
مستهل للعائلة. أنا أقول لك مستهل للعائلة لهذه. ليش؟ لأن في احترام. وقت تمشي مع المسيح وتحترم بعض، أنا أولادي مثل أخوة رفقتي، رفقاتي. يعني نقدر نصلي من أرضنا مع بعض. لما كان نصلي مع بعض يوم الأحد واحد بواحد يصلي. وحتى صار مجال كثير مرات، يعني في ما في عائلة لما يصير مشاكل كان نحلها بالصلاة والمسيح اللي في وسطي طبعا، والحل أولادنا كلها إلا يقني واحد مننا لا كلن يقدر يحطوني درس على كتاب المقدس. أفضل من هيك في شيء يعني. هذا نعمة كبيرة، نعمة، لأنه جدك لما كان يقتل ما ابتدى يسب ويلعن، إنما صلى حتى قال لا إلا اقتله تتمرد، قال له قال أنا رح ما ترى شوفني أمر أنا سامحتك من الله. متمثل بسيده، سيد المسيح طبعا. يعني بنشوف إنه المسيح هو على الصليب قال يا أبتي أغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يعملون. صح. طباك طباك إنه جدك صلى لأجلك. أنا أشكر الله من أجل هاي الجد اللي كان هيك بأمانة. وفعلا يعني الأشخاص اللي يعرفونا كلياتنا لا، وأشكر لهذا عمنا زي وجدي اللي قبروا عائلتنا كما أبوي. موشي سهل بس ثمرة صالحة. وعندي دفتر، يعني عندي كتاب مال كنيسة الكنيسة مال هذه طبعا مال قبل ال 9 لل 15 الكنيسة عمرت في 1900 في 9 فتحوها في 15 قتلون وتسكرت 7 سنين وبعد 23 كتبوا الدفتر، يعني الكنيسة عندها الدفتر الكنيسة 480 عائلة كان في الكنيسة، الكنيسة أكبر وحدة في المدياب، أنت ما قدرت دخلت لها محول. أنا ما شفتها من بعيد الحياة. الكنيسة كتير كبيرة وطبعا فيلن فيلا كتير دور العملة كان وجدي لكان دارس وكان يهتموا يمشوا في طريق جدا. يعني وكتاب المقدس ما نزل من إلى أبوي. كان يقراه كتير كويس وحتى يعني حتى الأولاد اللي كانوا يعني في المستشفى في الكنيسة كل حد كان في لنا المعلمة هاي راح أذكرها مات الأسقف اسمها أنا كانت طبعا الأمريكان كان حطوا اسمها أنا وزوجون هن وكان يعرفوا ايش يسوون. نحن نشكر على هاي المؤسسه كمان. هذا الكتاب قلت انه واحد هو تركي مسلم شيخ، هو تركي كردي اسمه التانتان. وهذا الخريطه اللي كان كتبته لفتره تركيا وكتب عن 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 عائلته حتى صور العشيرات كلها كمان. هاي هذا رئيس عشيرة قلي هرمس هو هذا وهذا رئيس اسمه قبره عيسى زتي هذا بعد أبوه عيسى كان في وقت هذا هذا كمان سوى رئيس عشيرة. وراح أحكي لك على هذا الإسلام المسيحية إيش صار بعدين لقتلون الوقت طبعا لقد معنا طيب اللي احنا طلع الكتاب هونيك وانا فرجوه على كل بالضبط هذا الكتاب هذا جو الاسلام بعد لقتل واحنا جو لرئيس هاي العشيره اسمه عيسى زتي وضابط معه اسمه روف بيك محكم مع رئيس البلديه مال هاك الحال هاك الوقت اسمه عزيزكي وطبعا 7-8 عساكر ضربوا الباب ما فتح الباب عرفوا الكرار راح يجوا يقتلون تعرف ايش سووا هذا هذه هور طبعا العشيره كلها حوالين كان الحاره كله رئيس العشيره هو كان اشله كان يقوم 2 متر هجموا يضربوا لهذي خلصوا حالنا هربوا بس ايش انتقت الحرب وراحوا لك لقتلوا لك هذا الشخص اللي كان جاسوس حطوه بهذه مين اللي قتله الدوله قتلت اول شيء هاي اللي كان جاسوس لالن
دسوه في وسطيكم، حط قتلوا داسوا هذه، ما بقى ناس مدافعين. مدافعين نحن كنا، نحن الى كان سير وحده كان حتى من كل شيء كانت يخلصوا، بس بعد لقتلوا صاحبين البلد جولة الكره، بلشوا يشوفوا الرئيس هاي اللي كان جاسوس لنا، قطعوا راسه وحطوه هذه وفرجوه هذا رئيس السريان، وبعدين راحوا لبيت واحد اسمه بيت عدوكا، فرحانين كانوا وده بيت عدوكا اللي خلصوا من وده بيت هرمس، كان ياكل ويشربوا، ما خلوا واحد من عائلتهم ذبحون البيت كله صار ذب، وما خلوا شخص واحد اللي خلصوا شويه صعب يعني. السيستم كله من فوق. وراح نرجع على هاي القصة ما عندنا، نرجع بال 18 ما خلصت، بال 18 راحوا ل 19 1918 راحوا لشفرت للبحر الأسود ولا لكانوا أصلا يونان، وقتلوا ناس هناك، قتلوا 350,000 أما تسيروا سلابة ما هذه، وإلى هلا إلى هلا يعرفوا يحكوا يوناني بس سلاب، دخلوا الإسلام، دخلوا الإسلام. يعني قتلوا 350 وبعدين اللوخ انجبروا صاروا مسيحيين. آخر مس، أنا عايز أسألك سؤال واحتمال سؤال شخصي كتير كتير، يعني زي ما أنا ذكرت لك مرة، يعني أنا لما كنت في الإسلام كنت أكره المسيحيين، وكنت ممكن أكون واحد من هذول الناس اللي حولوا كنيسة لأسطبل، وكان عندي كراهية ضد المسيحيين. وعشان هيك لما أنت بتحكي إنه أهلك انذبحوا وأهلك، ده نفس اللي عندنا في الجنوب السوداني، يعني لما ربيت في أسرتي ربيت بطريقة تختلف كليا عنك، أنا ربيت على كراهية المسيحيين، وياما من 2.5 مليون شخص انذبحوا في جنوب السودان زي جدا، وإحنا قاعدين هنا نتكلم مع بعض والقاسم المشترك بيناتنا لا اللون ولا العرق ولا الجنسية، إنما المسيح. صح. المسيح غير حياتك وغير حياتي وخلانا نقعد هنا نتكلم مع بعض. فسؤالي إلك، شو شعورك أنت اليوم تجاه الأتراك، تجاه الأكراد، تجاه الناس اللي أنت سمعت دائما هم كانوا سبب في أذية أهلك؟ أنا من طرفي سامحتهم كلهم، وما في دي حقد نوب. ليش؟ لأن هن نفس الأخوة في الإنسانية، وحتى من نفس النسل اللي جيت ساميين. نحن أبونا سام كان له 3 أولاد، واحد من 3 أولاد، ثلاثة كان نوح، ونحن ساميين نحن، ما فينا نقول الإسلام يعني. كمان زي نفس العرب، بس إيش أتمنى يقرأوا الكتب، حتى كتب اللي حيقفوا المسيحيين، إذا قرأوا كتاب مقدس راح يقفوا المسيح مخلص وموتك ويأذوا ذبينه، يعني ايش يقولوا له؟ نمل موتك تفجع. ونحن يعني انا خدمت جيش في تركيا وعشت مع كثير كانوا يكرهون، في منهم يكرهوني، منهم كانوا يقولون يا ريت تصير كلنا من مثلك، يعني في انسان والعالم قور كانوا يقولون كفار يعني. يعني انا قدرت دفعت على حالي، ليش؟ كان اقول لهم انا مو كافر، انا اعرف المسيح واذا تحبوا راح تفهموا، والضباط كانوا مفتوحين مشان يعني عندك غفران لهم لان المسيح غفران خالص. وانا في لي رساله لهم، اتمنى يقبلوا المسيح، وفي بعد الموت كل شخص حتى بوذي حتى مسلم راح يركع قدام المسيح، وتيحته حساب عند المسيح. يعني المسيح هو للديان، لكل إنسان. أخوتي آمنوا في المسيح، والمسيح راح يعطيكم سلام، وملزم تقتلوا، وملزم تحبوا كل شخص. أنا ما فيني أكره شخص، أنا أحب كل لون وكل إنسان. لما راهو هيك في الدنيا يمشي إلى خلاني أحكي معهم، صار مجال في البلد، رحنا حكينا، يعني في مفتوحيات كثير، مفتوحين للحق، بس يا ريت يقرأوا. وأنت بتحبهم وتتمنى لهم كل خير، لأنه سيدك المسيح هو بحب الناس بهذه الطريقة. هاي أمرني، هو أمرني، يعني هو حب كل شخص، وأنا شلون موتك أحبه؟ إلى أنا هلا في الأرض موتك أحبني، شلون تروح أمام الله؟ وهذا لازم يفكروا في الموضوع. محبة المسيح
هي هون المسيح هو يعيش هون من 1984 الرب غير من زغرنا كمان كنا نحبه بس ما كان خدناه مخلص. وحتى لشعب سريان أتمنى شعبنا سريان يقبلوا المسيح ويقرأوا يقرأوا ويأخذوا المسيح مخلص. وهذا رسالتي لك يا رب. أخي هرمس أنا أشكرك من داخل أعماق قلبي على هذا الشهادة وهذا الإيمان اللي كان في جدك وجد جدك واللي ثابت فيك واللي ثابت في أولادك وأحفادك، إن هذا الإيمان يلمس حياتنا كلنا. أنا كمان أشكرك كثير لشغال الحياة لعطيتنا هاي الفرصة. رب يحتي لك أضعاف ضعف وفي هذا فعلا لمجد المسيح ونحن ما بدنا غير كيف مجد المسيح. ويا ريت يا ريت كل انسان يفكر في الابديه. الابديه هي مهم لان حياتها قصيره كثير. اشكرك كثير. اعزائي المشاهدين نحن وصلنا الى اخر هذه الحلقه واليوم شفنا شاهد عصر، شفنا اخونا هرمز وحكى لنا قصه جده وجد جده اللي انقتلوا، ولكن كانوا هم ماشيين وفي الطريق كانوا يرنموا لست أنا إلا غريب في هذه الأرض. وعايز أقول لك إذا أنت اليوم كنت سرياني أنت غريب على هذه الأرض، إذا مسلم أنت غريب على هذه الأرض، إذا مؤمن أنت غريب على هذه الأرض، وإذا غير مؤمن أنت أيضا غريب على هذه الأرض. الشيء الوحيد اللي اليوم أخونا هرمز دعانا إله أعطانا دعوة واضحة للسيد المسيح. إذا أنت كنت مسلم اليوم وعندك كراهية تجاه تجاه المسيحيين، شفنا حدا اليوم بقول لك في اسم يسوع المسيح يمد إيده إليك ويقول لك أنا بغفر إليك زي ما المسيح غفر إليك. لأنه آخر كلمات المسيح في الصليب بقول يا أبتا أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. واليوم دعوة خاصة إليك أنك تفتح باب قلبك وتقول لي يا رب تعامل معي وأرحمني لأنه أنا إنسان خاطئ. وإذا كنت واحد سرياني أنه أجدادك وأجداد أجدادك انقتلوا لأجل المسيح، اليوم بقول لك إذا أنت مش تؤمن بالمسيح يلعار عليك أنت، أنه أجدادك صلوا لأجلك وأنت موجود اليوم لأنه جدك وجد أجدادك لم يستسلموا للإسلام، واليوم أنت مستسلم للخطية ومستسلم لهذا العالم. اليوم إذا بدك أنك تحترم، إذا بدك تقدر أجدادك أكثر تقدير ممكن تقدمه إلهم إنك تفتح باب قلبك وتقول لي يا رب يسوع المسيح خلي هذا الإيمان اللي كان في أعماق أجدادي إن يكون فيه، يكون في بيتي، يكون في أهلي، يكون في فكري، ويكون في كل شيء. وإنك تعبد المسيح اللي قال عن نفسه أنا هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. وإذا كنت مؤمن من خلفية سريانية عايز أقول لك إنه أجدادك وصلوا الإنجيل إلى الصين، في كنائس في الصين، في كنائس في كوريا. أنا شخصيا زرت كنيسة في كوريا، كنيسة سريانية، هم كوريين بس يتكلموا سريويو في سيول. ليش؟ لأنه كان عندك جد وكان عندك جد جد كانوا إنهم هم مش بس فقط بيؤمنوا المسيح إنما كانوا مبشرين وكانوا مرسلين. وياريتك اليوم الرب ينخص قلبك وتبتدي تكون مبشر وإنك توصل رسالة المسيح إلى كل العالم. نحن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وعايز أقولكم أن الناس اللي بتكره المسيحيين واللي بيكرهوا كنيسة الرب، رسالة المسيح بقول على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأن كل ربة وكل لسان سوف يعترف بأن المسيح هو إله لمجد الله الآب. أتركك في رعاية الله من الآن وإلى أبد الأبدين. آمين آمين, آمين.